بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، أيها الأخوة المتابعون في كل مكان، أرحب بحضراتكم مرة أخرى في بداية هذا المهرجان، مهرجان ولي العهد لسباقات الهجن العربية الأصيلة. بسم الله وعلى بركة الله توكلنا وانطلقنا ونبحر مع سن الحقائق وأول أيام هذا المهرجان، بداية الختام وغرة بداية هذا المهرجان الواحد من شهر سبتمبر لعام 2024، الخامس أو السادس والعشرون من 28 من شهر صفر لعام 1446 للهجرة. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، انطلقت هذه التحديات، انطلقت هذه الأبكار، انطلقت هذه الآمال طامحة محلقة في سماء الطائف لتحقيق نقطة في هذا المهرجان، لتدخل إلى بوابة النواميس وبوابة التاريخ. هيا بنا إلى الصدارة ثالث الأشواط مع الإبكار ومع دواوين. دواوين يا دواوين للسيد عبد الله بن محمد بن دي أو راشد بن محسن بن علي بن طيثاب بن ديله المري، المركز الثاني عنتابه، عنتابه يا عنتابه يا عنتابه يا العتيبي. عبد الرحمن بن سلمان بن صالح بن حمد العتيبي المركز الثالث. وصلت هذه وحية أو وحية، يا سلام للسيد حمد بن جار الله بن سالم بن فهد المكسور. الله، اختلط الحابل بالنابل مع هذا المهرجان وهذه المنطلقة وهذه عزاوي 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 لجلوي بن عبد الله بن سبعان. وصل شعار النجوم، وصل بن جبران. من يعرف طريق النواميس جيدا، من يعرف طريق البطولات، سالم بن جبران المري. وهذه مزون، أعود إلى عنتابة عنتابة عنتابة، إلى الرياض إلى الرياض إلى المملكة إلى المملكة العربية السعودية. الله يا عنتابة، سيوف يا بن غنيم، رايد بن حمود بن صلاح بن غنيم الجهني إلى المملكة النوماس. عنتابة يا عنتابة عنتابة، ومزون وعزاوي وسيوف رباعية خطيرة. عنتابة مزون مع حبس الأنفاس، حبس الأنفاس. مزون يا بن جبران، جبرها بن جبران في اللحظات الأخيرة. تهانينا له من الأعماق على هذا الفوز وهذا الانتصار والنوماس المستحق. سالم بن جبران المري المركز الثاني، عنتابة لعبد الرحمن بن صالح بن حمد العتيبي المركز الثالث، سيوف لرايد بن حمود بن غنيم الجهني، وفي المركز الرابع عزاوي لجلوي بن فلاح، لجلوي بن عبد الله بن فلاح بن سبعان المركز الخامس. وصلت في المركز الخامس ثمينة لراشد بن تعيكاب بن صالح آل حرب المري. مشاهدين الأعزاء، بالفعل هذه هي سن الصغار وهذه هي المتعة مع سن الحقائق وحبس الأنفاس. شاهدتم هذا الشوط، كان قاب قوسين أو أدنى وتنافس ما بين الثنتين، عنتابة ومزون، ولكن مزون من ظفرت بالنوماس محلقة إلى الشحانية وإلى دولة قطر. التوقيت الزمني لحظة الوصول دقيقتين، توقيت مزون بالمركز الأول مع بن جبران، لحظة الوصول دقيقتين 57 ثانية، 47 جزءا من الثانية هو توقيت مزون. أما بالمركز الثاني وصلت عنتابة للسيد عبد الرحمن بن سلمان العتيبي، توقيتها الزمن دقيقتين 57 ثانية، 99 جزءا من الثانية. جاءت بالمركز الثالث سيوف اللي ما قصرت وأدت العرض الممتاز، رايد بن حمود بن غنيم بن صلاح الجهني، توقيت سيوف دقيقتين 58 ثانية 23 جزءا من الثانية. وجاءت بالمركز الرابع عزاوي لجلوي بن عبد الله بن فلاح بن سبعان، وجاءت في المركز الخامس ثمينة لراشد بن تعيكان بن صالح آل حرب المري. مشاهدينا متابعينا الكرام، هكذا انتهت
انتهت هذه النتيجة، والتهاني والنماس للجميع.